الزئبقي، ملك الحركات وصانع المتعة، كلها ألقاب ارتبطت بنجم خالد من نجوم النادي الأهلي العاشقين للكيان والمخلص في حبه، وهو ما وجد صداه لدى جماهير النادي التي ظلت لسنوات طويلة تهتف باسمه، وما زال له مكان كبير في وجدانهم وقلوبهم رغم ابتعاده عن النادي عقب الاعتزال. إنه محمد بركات، أحد أهم المواهب في تاريخ الكرة المصرية ونجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق، والذي يتولى حاليا منصب مدير المنتخب المصري في الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. ولد بركات في 7 من شهر سبتمبر عام 1976، وانضم لنادي السكة الحديد في بداية الرحلة ضمن صفوف الناشئين. كانت عين الأهلي على بركات منذ ظهوره في صفوف السكة الحديد، لكنه تعرض لإصابة قوية ثم انتقل للإسماعيلي عقب تعافيه، وقاد الدراويش للفوز ببطولتي الدوري والكأس، وبعدها دق باب الاحتراف الخليجي مع فريق أهلي جدة السعودي، وقاده للفوز ببطولة الأندية العربية الموحدة بعدما سجل له هدف الفوز في مرمى الإفريقي التونسي. رحل بركات إلى العرب القطري في موسم 2003-2004 ولعب بجوار الأسطورة الأرجنتيني السابق باتيستوتا، لكن الإصابة منعته من استكمال مشوار. وقال الكثيرون إن الموهوب الفذ الذي كان حديث الجميع قد انتهى، إلا أن مانويل جوزيه العبقري البرتغالي كان له رأي آخر، وضم اللاعب في موسم 2004-2005 ليكون محور أداء الأهلي ويقود الفريق للفوز ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، كما نال في هذا الموسم لقب أفضل لاعب محلي إفريقي من البي بي سي. ودخل أسوار القلعة الحمراء توج محمد بركات ب23 بطولة، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 7 مرات والسوبر المصري 6 مرات وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي 4 مرات أيضا. وعمل شوط أول كويس، إنما هذه كرة بركات بركات ويحط الهدف الثاني، الهدف الثاني بركات عشان المباراة تخلص. وخاض بركات بقميص الأهلي 243 مباراة سجل خلالها 61 هدفا، كما شارك في كأس العالم للأندية 4 مرات. على الصعيد الدولي لعب محمد بركات مع منتخب مصر الأول 70 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، وانضم لأول مرة في عهد الفرنسي جيراجيلي أمام كوريا الجنوبية يوم 9 من يونيو عام 2000، وحقق مع المنتخب لقب كأس الأمم الإفريقية 2006 وذهبية دورة الألعاب العربية 2007، قبل أن يعتزل دولية في 2010 عقب فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا. وفي 12 من يونيو 2013 أعلن محمد بركات اعتزال الكرة نهائيا. وبعد سنوات من الاعتزال وبعض التجارب الإعلامية للنجم الموهوب، عاد بركات إلى الساحرة المستديرة من جديد في منصب مهم كمدير لمنتخب مصر، يحمل على عاتقه آمال الملايين من عشاق الفراعنة الطامحين لظهور المنتخب من جديد في نهائيات كأس العالم 2022.